حكاية مواطن عربي 100%. ما تحسيس متأثر بجروح الناس، حسيس يا سادة كالناس، طول العام وهو يجري من إيفل للمومبرناس، حسيس أصلع من مكناس، ولا عمره احتج ولا تكلم حتى وهو رفيق الكاس، إلا لما حس انداس، صفعوها على جبين العربي، وجبين العربي يا سادة لا يصفع لكن ينباس. كلمات لن تتكرر تظل خالدة في سجل ذاكرة المواطن الليبي والعربي، ولكثيرا ما تناول همومه وقضاياه وسطر أهاته ومعاناته قلم الشاعر الغنائي والكاتب الليبي الراحل أحمد أبو القاسم الحريري. لما نقول أحمد الحريري معناها نتذكر سيرة مجموعة فنانين في فنان واحد، شاعر غنائي من الطراز الأول وصحفي قدير وكاتب دراما وعلى مستوى رفيع جداً. ولد الراحل أحمد الحريري في زنقة شايب العين في المدينة القديمة بمدينة طرابلس عام 1943، ترعرع وشب عودة على حياة البحارة وحرفة الصيد، لأن والد المرحوم الرئيس أبو القاسم كان من أمهر الصيادين في المنطقة. ولما كتب الراحل أحمد الحريري كلمات أغنية على الموجة عايشين سهارة، مصعبها حياة البحارة بين الشبكة واللمبارة، نكافح نجري ليل نهار، اللي تغنى بها صوت المطرب الراحل خالد سعيد. الكلمات لم تأتي من فراغ، إنما من واقع عاش فيه الراحل أحمد الحريري مع أجواء البحر وتغلغل في وجدانه وشكل جزء كبير من شخصيته وكيانه. وبقدر ما عشق أحمد الحريري البحر خاف منه وصعب عليه ركوب أمواجه، لهالسبب قرر والده تعليمه صناعة تطريز الفرامل والخرج والبدل العربية. وهكذا مضت حياته من محطة تطريز الأقمشة بالفضة إلى تطريز الأحرف وزخرفة الكلام. عمل في أول مشواره مدرس للغة العربية، ثم انضم في فترة الخمسينيات إلى المجموعة الصوتية في فرقة الإذاعة بطرابلس، ومنها كانت محاولاته الأولى في الكتابة. نشر عدة مقالات في بعض الصحف والمجلات، نذكر منها صحيفة طرابلس الغرب وليبيا الحديدة وصحيفة الرأي العام اللبنانية. وكثيراً ما ولع الحريري بحب الكلمة، كان يكتب تحت أي ظرف وفي أي مناخ. الكتابة عنده ليست وسيلة تعبير فحسب، إنما هوس وحالة إدمان للحروف وللمعاني. من بين مؤلفاته فراغات عاطفية، وجدت في عيونكم مدينتي، وطرطيش الكلام، وقصيدة الشعر أنت. أحلى القصائد هي التي لم تكتب عن المرأة بعد. أسرحي بين القوافي، حركي بالهمس قلبي، عمري في الفيافي، أسكني أحلى قصيدة في خاطري وصدري الدافي، فجري شعري مداين حب وشطوط ومرافي وشهد صافي، أكدي للكل إنك يا وديدة روح أشعاري الأكيدة، رغم أن من كتب ما زال على الأنثى قصيدة، وكل ما كتبوها عنها أسطور في أبسط جريدة. كتب أيضا العديد من الأغاني اللي دخلت القلب قبل الأذن،
من بينها أغنية زي الذهب مخلص معاك في ودي اللي غناها المطرب الراحل أحمد سامي، طبعا من غير أغنية يا بيت العيلة يا عالي مضلل بالحب اللي غناها المطرب الراحل محمود الشريف. وأغنية ريد الغالي اللي تغنت بها المطربة التونسية سلاف. ومهما اتسعت المساحات لا يمكن سرد كل أعمال الغنائية في ساعة أو سويعات، لأن مشواره رحمة الله عليه كان مكلل بالعطاء. كتب الراحل أحمد الحريري العديد من المسلسلات غاص بقلمه في أغوار المجتمع الليبي، يرجع للفضل في اكتشاف الثنائي سمعة وقزقيزة، وما زالت الذاكرة محتفظة بمشاهد من مسلسل السوس والمنحرفون. كذلك تعاون مع المخرج المصري حسين كمال في منوعة بطاقة حب، ومنوعة هو الشيء، وكلمة ونصف، ومنوعة فكر واكسب. طبعا من غير برامج الإذاعية نذكر منها برنامج زيارة ونيارة. أحمد الحريري كان إنسان رحيم وودود وحنون مع الأهل والرفاق، ومحب لعمل الخير وبشهادة الجميع. كانت كلماته سفير الود ما بين الناس، ولعل قصيدة لكن لو هي خير دليل على قلبه الكبير المفعم بالحب. لكن لو كان غير الناس تفهم بعض وتنسى الزعل والبغض، غير تلتفت لبلادنا وولادها وحصادها وتقتل جميع حقادها، لو تلتفت للأرض لو تتحد ضد الجهال والمرض، لو كان تلغي عناد ويصبح العالم زين طول وعرض والحب. وكثيرا ما كتب قلم أحمد الحريري عن ليبيا وتغزل في وصف مسقط رأسه مدينة طرابلس. ما ترخصي في يوم ولا تنهاني، يكفيك في التاريخ يوم الهاني، يكفيك يا والناس بين العرب يا طرابلس للماسة، بلاد الطرب والفن والرياسة، لياليك وايامك زها ومغاني، عشط ديما قايمة العراسة وديما في نارك يرشد الوحداني. ولأن للحياة وجه بائس ومحطات محزنة، عاش الحريري في سنوات طويلة يكابد المرض حتى وفاه الأجل بتاريخ 25/2/2015. رحل القلم والشاعر الذي لن يتكرر أحمد الحريري عن عالمنا، تاركا وراءه إرث فني زاخر ومنوع شكل جزء كبير من موروثنا الليبي والفني والثقافي. أصلها من يوم ما انخلقت حتى الآن، حتى تنتهي الدنيا وترتاح البرية، دوم هي وحدها بالحب والرقة غنية. تحصل الراحل أحمد الحريري عبر مسيرته الفنية على العديد من الجوائز، من بينها ذهبية الإبداع الدرامي في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، وجائزة تكريم من مهرجان موسكو عن مسلسل السوس. تحصل أيضا على المرتبة الأولى في مهرجان المغرب عن أغنية مربوع الطول، ولعل الجائزة الكبرى اللي نالها شاعر ألف أغنية أحمد الحريري هي حب الناس وخلود أعماله في قلوب الكثيرين. الجائزة الثالثة مسلسل السوس إنتاج تلفزيون ليبيا. أحمد الحريري افتقدناك، وافتقدنا حضورك الرائع وطلتك الباهية وكلماتك العذبة السخية.